التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، فوز مستحق على فريق الدحيل والصعود للدور نصف النهائي لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني. موجودين في فرع النادي الأهلي مدينة نصر بنرصد احتفالات وفرحة أعضاء النادي الأهلي. قول لي في البداية، مباراة مهمة، مباراة تاريخية للنادي الأهلي، وأكيد في نجوم كتير للقاء، شفت اللقاء إزاي وتختار مين نجم المباراة؟ طبعا الماتش كان صعب جدا في الشوط الثاني. الاهلي بدا الشوط الاول لان هو بطل افريقيا، مسك الكوره ولعب حلو وقدرنا الحمد لله ان احنا نسجل هدف. الشوط الثاني يمكن العامل البدني اثر شويه، بس يعني التغييرات بتاعه موسيماني اثرت الحمد لله وقدرنا ان احنا نمسك الماتش كويس. الدحيل فريق كويس بس الحمد لله الاهلي طبعا بطل افريقيا وعودنا ان هو في المباريات الكبيره دي بيلعب كويس. من وجهه نظري نجم المباراه كان حمدي فتحي قبل ما يخرج، وكان بعد ما خرج حمدي فتحي بدر بنون عمل مباراه عاليه جدا الحمد لله. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، عملنا مباراه كبيره جدا. الماتش الجاي ماتش مهم وصعب وان شاء الله نظهر بمستوى كويس جدا. عايز اروح لحضرتك، النادي الاهلي احترم فريق الدحيل، قدر يقفل على مفاتيح لعبه في شوط اللقاء الاول وبعض اوقات شوط اللقاء الثاني. اكيد احترامك للخصم هو اللي يعني اللي ادالك الخطوه الاولى في هذا اللقاء. اكيد اكيد طبعا الاهلي احترم الدحيل جدا في الشوط الاول، والاهلي لعب كورته في الشوط الاول. احنا فوجئنا بس ان الشوط الثاني كان فيه تراجع شويه من فريق النادي الاهلي، فادى فرصه لفريق الدحيل انه يمسك الماتش. لكن فريق الدحيل فريق محترم، بطل الدوري القطري، وفريق بيضم عناصر متميزه، بس الاهلي كان قد اللقاء وعملنا مباراه ممتازه في الشوط الاول ومتوسطه لحد ما في الشوط الثاني، بس الحمد لله قدرنا نتوج النتيجه بالفوز ونوصل ان شاء الله ونلعب بايرن ميونخ يوم الاثنين ان شاء الله. انا عايز اروح لحضرتك، يعني تعالي اتفضلي يا فندم. عايز اروح لحضرتك، انت كنت موجود هنا في النادي من الساعه كام؟ يعني من ساعه الماتش ما بدا بالظبط. شفت اللقاء ازاي وتقولي ايه لعيبه النادي الاهلي وعندنا مباراه صعبه جدا امام بايرن ميونخ الالماني؟ لا طبعا انا بهنيهم على ماتش النهارده، بس معلش عايز اقول كلمه لفريق الدحيل، انا بروح قطر كتير وعارف بقول لهم بالطلب العرض جبنا الدحيل الارض، لان لاعب في لعيبه من الدحيل قالت انهم هيجيبوا الاهلي الارض، الاهلي عمره ما يجي الارض. ده اعظم فريق والكبير هيفضل كبير طول عمره. طول ما النادي الاهلي وراه جمهور زي حضرتك وزي جمهور النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي هيفضل فوق. اجمل الجمهور واحلى جمهور في الدنيا كله هو جمهور النادي الاهلي. رساله بقى للعيبه قبل مباراه بايرن ميونخ الالماني. اقول لهم ربنا معاكم وربنا يوفقكم، وطول ما ربنا معاكم خلاص ما تحملوش هم. يعني انتوا امشوا زي ما انتوا ماشيين كده وان شاء الله هناخد البطوله باذن الله. بشكر حضرتك باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع جانب ورصد الانطباعات جماهير النادي الاهلي هنا في فرع مدينه نصر عقب فوز النادي الاهلي على فريق الدحيل والصعود لمواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني في الدور نصف النهائي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.